يبقى رأيه بحق من الحقوق والواجبات ألا وهو حق الجار. وعلى أخي الحبيب أنني إذا الجار من محبطات الأعمال تقول أن تصلي وتصوم وتزكي وتعمل كل العبادات بكثرة لكن يحبط عملك. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن فلانا كثيرة الصلاة والصوم والصدقة غير أنها تلقي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. فإذا الجار من محبطات الأعمال، أما جزاء الإحسان إلى الجار بالقول والعمل فهو الصك الذي تدخل به الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل مات ثم يشهد له أربعة من جيرانه بالخير إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون من عمله أيها الإخوة الأحباب، بدليل الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأعد الله تبارك وتعالى كل من سكن معك في المدينة فهو جار لك. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذي يجحد هذه الحقوق فالله تبارك وتعالى لا يحبه فهو من المتكبرين. إن الله لا يحب من كان
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايها الاخوه، ان للجار حكوما عشره اذكر اولها وهو الاحسان الى الجار بالقول والعمل. هذا الاحسان له فضائل وله صور وله جزاء. اما فضائل الاحسان الى الجار بالقول والعمل انه علامه من علامات الايمان. يا علامه من علامات الايمان ان يحسن الى جارك؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سيدنا ابو هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن. فقلت: انا يا رسول الله، سيدنا ابو هريره، هل يفوت الفرصه من نفسه؟ لا. قال: انا يا رسول الله. فيقول سيدنا ابو هريره: فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد خمسا، فقال: هل كنت تستشعر
أمر مرهش بس أمر الالتزام على وجهه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار من الإيمان، فقال له اليهودي: هذه أخلاق نبيكم؟ قال: نعم. قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم من هذه المعادلة من الإحسان إلى الجار. أما الفضل الثاني أيها الإخوة، أن يرزقك الله ورسوله محبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله تبارك وتعالى أن يحبه فيحسن إلى جانب، فليحسن إلى جانب. كل ما تحسن إلى جانب يحبك الله تبارك وتعالى ورسوله. ومن الفضائل أيضا أيها الإخوة أنها سبب في دخولك الجنة، سبب في دخولك الجنة. أنت رجل من الأنصار، قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. عمل أعمله أدخل الجنة يا رسول الله، عمل واحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا، كن محسنا. فقال الأنصاري: يا رسول الله وكيف أكون محسنا؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. أما الجزاء، جزاء الإحسان إلى الجار، هذا هو الصدق الذي تدخل به الجنة. لا تدخل الجنة إلا بهذا الصدق، إلا بشهادة جيرانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها رجل مات ثم يشهد له أربعة من جيرانه إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعملون من عمل. أو كما قال: التائب من ذنبك بلا ذنب لك، التائب حبيب الرحمن، ادعو الله يستجب لدعائك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى أرواحه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، عرفنا فضائل الإحسان إلى الجار بالفضل والعمل، فما هي صوره؟ صور الإحسان أن تتعهد جيرانك بالهدايا، والهدايا إما طعام وإما ملبس وإما غير ذلك. تتعهد جيرانك بالهدايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ترك أبا ذر إذا نضخت مرقة فأكثر ماءها ثم تعهد جيرانك، ثم تعهد جيرانك بالهدايا. هذه أول صورة. أما الصورة الثانية حتى لا تطيل، إذا كان جارك يعني عايز منفعة منك والمنفعة لا تضر فلا تمنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جاره أن يلبس خشبة في جداره، أن يلبس خشبة في جداره. والله آباءنا وأجدادنا كانوا يطبقون هذا الحديث، لكن نحن اليوم مع الأسف الشديد إذا اقتنع الرجل الزوج يقول له، الأبناء يقول له، ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. جارك عايز منك منفعة، وهذه المنفعة لا تضرك في شيء، لا تمنع. والله هذه الحسنات والصدقات إلى يوم القيامة تنفعك في قبرك. إن نحن في الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لولد الأكاديمية، والله في هذا العصر، وأنا أريد أن أقيم، رجل جوز ابنته ولكي يجهزها استلف مال لكي يجهز ابنته، وبعد أن جهزها مات هذا
الذين يتفعون